عموما خلينا برضو نطلع نشوف ماذا قال، جايبين لحضراتكم يعني اجيال مختلفه، الاستاذ طارق قنديل والاستاذ خالد الدرندلي جيل واحد، ولكن خلينا نروح نشوف جيل الشباب وماذا يقول دكتور مهند مجدي عن افتتاح جراج النادي الاهلي في مقره في مدينه نصر. الحمد لله، والله الف مبروك لينا كلنا، الف مبروك لاعضاء النادي الاهلي. بصراحه كانت معاناه كبيره جدا، يمكن انا يمكن خلينا اتكلم دلوقتي بحس عضو مدينه نصر، لان طبعا يمكن انا اكتر المترددين على الفرع هنا بحكم ان انا ساكن هنا، فطبعا انا في النادي من 98 والموضوع بالنسبه لنا كان ازمه كبيره جدا. فكون ان انت تلاقي تدخل تيجي النادي انك تتمرن او اولادك يتمرنوا او انك تقعد شويه في النادي فتلاقي باركنج سهل وميسر انك تركن، دي بالنسبه لنا كانت فعلا حلم. كمان النقطه الثانيه حته تطوير ما تبقى من النادي، المكان ده اللي كان بدل مكان الجراج كان يعني بقعه مظلمه في النادي زي ما بيقولوا، الحمد لله قدرنا ان احنا نطورها وخدنا الموافقات اللازمه، وكمان كانت مواكبه للتطوير اللي شهده مدينه نصر بالكامل ومصر الجديده. فاحنا مواكبين مع سياسه الدوله في التطوير وفي ان احنا نوسع الشوارع وان احنا نيسر على الناس وان احنا تبقى الامور اكثر يسرا في الموضوع ده. فبالنسبه لنا انا النهارده جاي مش مستوعب، يعني مش مصدق فعلا ان احنا قدرنا نفتح الجراج اللي كان هو مطلب بقاله 20 سنه حاول فيه مجالس الاداره بكامل قوتها على مدار ال 20 سنه اللي فاتوا. فكنا ان احنا نقدر ناخد التصريح نشكر فعلا كل الجهات اللي شاركت في ده، وطبعا يعني كل الشركات وكل الجهات السياديه اللي شاركت في ده، انجاز كبير جدا. مع عضو النادي هيحس يعني في مدينه نصر هيحس بيه جدا جدا لما يبتدي ان شاء الله يشتغل من النهارده. فانا يعني فعلا عاجز عن وصف مدى فرحتي بالموضوع ده، لكن الحمد لله اخيرا الحلم اتحقق وبنشكر ربنا ان احنا قدرنا نحققه. والحمد لله نتمنى ان احنا نكون عند حسن ظن الجمعيه العموميه والاعضاء، ان احنا على قد بنقدر نوعدهم بنقدر نوفي الحمد لله، وشاكرين جدا ليهم ان هم استحملونا برضو. فالحمد لله يعني الحمد لله. طبعا الموضوع متشعب وتفاصيله كتير جدا، نيجي من اول الشركه اللي رسي عليها الشغل انها تحملت مسؤوليه التصاريح، تواصلنا بعدها مع وزاره الشباب والرياضه، تواصلنا مع وزاره الداخليه، المرور، الحي، وزاره التنميه المحليه، كل ما حدش ادخر اي مجهود. فطبعا لما كله كان عنده النيه للتجديد وللتطوير وما كانش ده هيشوف النور. التطوير اللي حصل بره النادي في مدينه نصر كان لازم نكمل التطوير ده جوه النادي، لان النادي الاهلي هو جزء من المنظومه ومن الكيان. فطبعا اسم كبير مع النادي الاهلي لما يتضافر مع بقيه المجهودات دي، ما كانش في اي حد يعني وفر اي مجهود ان احنا نعمل نشوف ده. فالحمد لله ده نتيجته اللي احنا شايفينه دلوقتي، ما بقاش في زحمه خالص، ما بقاش في اي صعوبه في الباركينج، ان شاء الله مش هيبقى موجود. كمان مش هنقف عند النقطه دي، لان اعضاء النادي دايما طالبين مننا اكتر واكتر، فباذن الله الكميه الاماكن المتاحه هتتضاعف باذن الله بعد ما يبقى في الخطه الباركينج الهيدروليكي، طبعا هيستوعب الضعف على طول يعني. فده كل ده يعني انجاز كبير، انجاز كبير ان شاء الله، يعني مبسوطين جدا جدا انه اتحقق. وفعلا مش قادر مش لاقي حاجه مش لاقي كلام يعبر عن مدى فرحتي والله. الحمد لله الحقيقة بشكر جدا مجلس إدارة النادي الأهلي على هذه الإنجازات الرائعة الحقيقة اللي بتتم خلال الفترة السابقة بالكامل، زي ما قلت لحضراتكم خلال الفترة القادمة في من خلال شاشة قناة النادي الأهلي هنوري حضراتكم إيه اللي كان بيحصل في النادي الأهلي استكمالا طبعا، لأن احنا لما بنيجي نتكلم عن مجلس الإدارة بنتكلم عن مجلس الإدارة اللي قبله واللي قبله واللي قبله، تبدأ من 1907 وتنتهي بمجلس الإدارة الحالي. ما عندناش إن احنا بنقول أصل اللي قبلنا كانوا، لا، احنا الكلام ده كله دايما مجالس إدارة النادي الأهلي بتكمل بعض. مجالس إدارة النادي الأهلي بيبقى كل واحد عنده رؤية، كل واحد عايز يعمل حاجة جديدة للنادي بتاعه، واللي بيجي بعده بيحط رؤيته وبيكمل على اللي موجود. فالحقيقة شكرا لكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وتحديدا أنا كل الناس اللي ساكنة في مدينة نصر بتكلمني وبتشكرني وبتقولي أشكر الكابتن خطيب وكل أعضاء المجلس على اللي حصل في جراج مدينة. أنا الحقيقة مش من سكان مدينة نصر فمش عارف إيه اللي حصل هناك بهذا الشكل، ولكن المكالمات الكتيرة اللي جات لي قد إيه الناس مبسوطة باللي حصل، بإن الجراج ده هيبقى جوه النادي الأهلي. فأنا بالنيابة عن كل الناس دي أنا بشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على هذا الافتتاح الرائع تنظيميا وكل شيء الحقيقة، وجود الدكتور أشرف صبحي والسيد اللواء محافظ القاهرة السيد اللواء خالد عبد العال.